Really can't make this shit up right now, guys. Look at that. السلام عليكم وتحياتي لكم. يبدو أن الأمور دخلت في منعطف خطير. الولايات المتحدة تهاجم أهداف مجهولة فوق ألاسكا وفوق كندا. الكلام ده أعلنه التلفزيون الرسمي. نسمع مقتطفات مما قاله التلفزيون الرسمي ونشوف. Unidentified object that violated Canadian airspace. NORAD command shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. Trudeau added that he spoke with President Biden this afternoon. Canadian forces will now recover and analyze the wreckage of the object. Let's bring in NBC's Dan DeLucy. Dan, what do we know? We don't know a lot right now. This seems to be moving very quickly. Of course, yesterday, another object was shot down off the coast of Alaska. A week ago, of course, the Chinese surveillance balloon that we all watched fly across the U.S. was shot down off the coast of Carolina. And now yet another unidentified object. We don't know where it's from. We don't know whether it has any connection at all with the Chinese surveillance airship. We don't know if it has any connection to the object that they still haven't identified in any detail that is now over frozen ice off the northern coast of Alaska. So the number of objects being shot down out of the sky over North America, it's now three in a week. And it begs the question, you know, is this because there's a heightened sensitivity as the U.S. and the Canadian military watch the airspace over North America? Or is there something else here? Is it connected to a foreign adversary? Or is it much more mundane and we just don't know and we'll have to wait to hear what they pick الأهداف دي هاجمت الولايات المتحدة أو ما هاجمتش. بيقول لك أجسام مجهولة فوق ألاسكا وفوق كندا، وكندا تتعقب حاليا جسما مجهول على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا. ما هي هذه الأجسام المجهولة؟ البعض يقول كائنات فضائية، والبعض يقول ربما يكون المنضاد الصيني. وهنشوف ما نشرته التلفزيون الرسمي الكندي عن هذه الأجسام المجهولة التي تتعقبها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. مقاتلة F-16 تسقط هدفا مجهولا في الأجواء الكندية شمال الولايات المتحدة الأمريكية. وجاري دلوقتي تحليل الهدف، هيشوفوا ايه هو الهدف ده. هل هي أجسام فضائية؟ هل هي منضاد صيني؟ هل هي أسلحة روسية جديدة لا يعلمها أحد؟ العالم داخل على منعطف خطير. وموضوع الزلزال، يعني قبل كده اتكلمنا عن الغواصة تيرا التي تمشي تحت الأرض وبتطلق حاجات كده تعمل زلزال، مش عارفين هل الزلزال ده بفعل فاعل أو زلزال طبيعي. أيضا المواقع والجرائد الرسمية نشرت أن العالم الذي حذر سوريا وتركيا قبل 3 أيام من وقوع الزلزال يحذر مصر ولبنان. ويعني حاجات غريبة جدا. هل هذه أسلحة جديدة؟ هل هذه يعني أيضا بيقول لك محيط مصر ولبنان والشرق الأوسط هيكون فيه زلازل، ربنا يستر. يعني دي أجسام غريبة. وأسقط الجيش الأمريكي جسم مجهول الهوية يحلق على ارتفاعات عالية فوق ألاسكا الساعة الماضية، يعني من ساعة كده فوق ألاسكا. واحنا عارفين قصة ألاسكا. ألاسكا دي مقاطعة كانت روسية وتم بيعها بمبلغ 7 مليون دولار تقريبا، وحتى يعني لم يتم دفع الثمن كاملا أو 7 مليار، ما أعرفش الثمن بالظبط، لكن لم يتم دفع باقي الثمن. وألاسكا هي ولاية أمريكية حاليا لكنها كانت تابعة للأراضي الروسية. فما يثير الشكوك أن الأجسام الغريبة فوق ألاسكا وفوق الولايات المتحدة الأمريكية وشمال كندا. طيب ما هي هذه الأجسام وما هي وظيفتها؟ هل هي أجسام فضائية فعلا؟ هل هي أجسام تابعة ل يعني دول أو أسلحة جديدة، أو هي تابعة للصين المنضاد الصيني؟ هنشوف. شفنا في الفيديو، يعني هنشوف هي شبه المنضاد الصيني في الفيديو الذي تم يعني إسقاطه في الولايات المتحدة الأمريكية. اتكلمنا أن في خلاف شديد بين الجزائر وبين فرنسا بسبب
ناشطة تابعة للمقابلات الفرنسية تم تهريبها من فرنسا. أيضا المغرب سحبت سفيرها من فرنسا لأن البرلمان الأوروبي أدان المغرب. فهناك أحداث، أيضا القوات الأوكرانية تنسحب من خاركيف، تنسحب من خاركيف، وقتال عنيف الآن حول مدينة بخيموت، ويعني قريبا يعني يتم الاستيلاء على بخيموت. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بيقول: أمرت بإسقاط جسم مجهول انتهك المجال الجوي الكندي بالتنسيق مع وزارة الدفاع الأمريكية أو قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية نورد. الجسم فوق يكون الكندية، الجسم فوق يكون الكندية، وجايبين صورة ليه. وأقلعت الطائرات الكندية والأمريكية لمواجهة الجسم، حيث نجحت طائرة أمريكية من طراز F-22 في إطلاق النار على الجسم. ولقد تحدثت مع الرئيس بايدن باسترداد وتحليل بقايا الجسم، شكرا للقيادة الشمالية على مراقبتها لأمريكا الشمالية. ده رئيس وزراء كندا بيشكر أمريكا لأنها تعاونت معه في إسقاط الجسم الغريب الذي يعني بيتكلموا عنه. وهنجيب لكم صور وهنجيب لكم مقاطع فيديو بتتكلم عن الجسم الغريب، ولا نعلم إلى الآن ما هو الجسم الغريب. سوف تجيب الأيام القليلة القادمة. وإني روسيا على وشك الاستيلاء على 4 مقاطعات كاملة، وأيضا هناك أنباء عن أن روسيا في خلال الربيع القادم سوف تطلق عملية كبيرة لاحتلال أوكرانيا بالكامل، ويقال أنها 500,000 جندي وعدد كبير من الدبابات، وإني سوف يتم احتلال أوكرانيا، وهناك تفجيرات كبيرة جدا في كييف وطائرات مسيرة كبيرة جدا تقصف أوكرانيا حاليا. وانتوا عارفين زيلينسكي بيقول يعني للحلف الناتو بيقول لهم الأسلحة نفذت واحنا عايزين مساعدتكم، وعايزين احنا مش بندافع عن أوكرانيا، احنا بندافع عنكم. طب وانت مين قال لك دافع؟ يعني انت شعبك كله وجيش أوكرانيا يعتبر خلص. وأعلن قبل كده يعني عسكري أمريكي أن أكثر من 270,000 جندي أوكراني يعني قتلوا في هذه الحرب، ويعني هو زيلينسكي مستعد إلى آخر جندي أوكراني مستعد يقاتل لأن هو ما يهموش. بالأمس كان يعني أقول لكم فيديو غريب، يعني غريب الشكل، هو كان في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي، وواحدة قالت له عايز أحضنك، فساب المؤتمر وطلع يجري زي ما انتم شايفين بيحضن ويبوس والدنيا عادي معاه، يموت اللي يموت ويقعد اللي يقعد، ما فيش مشكلة خالص. هذا هو الرئيس زيلينسكي، يهمه يعني ضعف روسيا فقط لا غير. تحياتي لكم، واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، محدثكم ظريف الأديب، تحياتي.